شقاوة ودلع، هكذا اعتاد المجتمع وصف الصغار اللي دائما يصفون بالنشاط المفرط او يتكلمون بسرعة، مندفعين، متوترين. أكيد شقاوة ودلع. شقاوة ودلع، نعم. بعد تبني أحد الأعمال الرمضانية هذه السنة لهذه القضية، التعريف بمرض ADHD، أصبح البحث عنه في ترند على جوجل وشغل بال كثير من الناس اللي كانوا يجهلون شو هو هذا المرض. إحنا تفاصيل أكثر عن هذا الاضطراب وأعراضه وكيف إحنا ممكن نتعامل معه أكيد مع الدكتور عماد فراج، استشاري طب الأمراض النفسية للأطفال والمراهقين. يا أهلا وسهلا فيك دكتور. مرحبا بك دكتور، حياك الله. دكتور خبرهم شو سوينا في الفاصل ولا نخليها بيننا؟ لا لا قلنا لا عشان ما يروحون بعيد مشاهدين. الفاصل احب اروح اشرب ماي اطلع، قلت لا يكون عندي فرط حركه بس بنخبركم عقب انا بشرح لك على الهواء. مرحبا بك دكتور. اهلا بك، حياك الله دكتور. بندخل مباشره على الاسئله، كيف يتم التفريق اليوم بين الاي دي اتش دي المرض هذا وبين الطفل اللي ممكن نقول عليه الشقي او النشيط؟ اوكي هو يعني بص لازم نبص على الحاجه ك ك ك كبدايه ونهايه تسلسل. احنا كل الامراض النفسيه عندنا الحاجات الطبيعيه الى حد ما، فكل طفل شغلته ان هو يبقى يلعب، يعني دي شغله الطفل يلعب يستكشف و و و و المشكله الفرق ما بين الشقاوه والاوفر اكتيفيتي او حتى الاكتيفيتي والهايبر اكتيفيتي اللي هي الفرط الحركه، ان هي اسمها اضطراب، يعني هي بتاثر على نمط حياه الطفل وانجازاته سواء كان في العيله او في الدراسه او في المجتمع. ده الفرق الكبير ما بين الشقاوه او الاكتيفيتي الطبيعيه والهايبر اكتيفيتي اللي بنشوفها في الاي دي اتش دي. نعم. طيب دكتور، شو هي اسباب فرط الحركه او تشتت الانتباه؟ يعني احنا اعتقد ان خصوصا في هذه القصه صارت مثل ما قلنا بدايه المقدمه صارت الترند. yes. والناس قامت تدور عن هذا المصطلح، فنتمنى احنا فعلا نجاوب على كل تساؤلات المشاهدين والجمهور. okay. الاسباب دكتور، هو بصي حضرتك لو هنبص يعني اللي حضرتك قلتي عليه اللي هو الـ 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 الاعراض اللي هي فرط الحركه، عدم التركيز، دي اعراض واسبابها كثيره. بس لو هنبص على الاي دي اتش دي بالذات فيها ثلاث حاجات، فيها عدم الانتباه، فيها فرط الحركه، وفيها اللي احنا بنسميه الامبالسيفيتي اللي هو التهور. فمن يعني دي كاضطراب ذاته دي بتكون مساله جينيه مورثه. التهور عفوا دكتور لتصرفاته، ممكن الطفل يعرض نفسه للخطر؟ ممكن الطفل يعرض نفسه للخطر بشكل مندفع، اندفاعيه، ما بيفكرش في اللي هو بيعمله. فعاده البني ادم ممكن يربطها دكتور مع فرط الحركه مع المرض. ما هي الثلاث حاجات بتيجي الاضطراب، ثلاث حاجات ترابط. الفرط الحركه وعدم التركيز والاندفاع. شو رايك يا دكتور نروح نحن وياك ومريم ومشاهدينا نشوف احصائيات عن هذا المرض ونرجع نتابع معك؟ نتابع الإحصائيات ونرجع مع ضيف العزيز. أكيد مشاهدينا الكرام احنا شفنا هذا التقرير ومكملين حديثنا أكيد مع الدكتور. دكتور احنا تكلمنا عن الأسباب وقلنا لمحة بسيطة عن الأعراض، ولكن الأعراض الفعلية لهذا المرض الـ ADHD كيف الأسرة تلاحظ أن طفلها في عنده هذه الأعراض أو حتى المدرس؟ خصنا ثلاث أنواع بعد مريم قال يعني ثلاث أنواع. يعني احنا لو هنبص على الاضطراب ADHD بالذات نفرق ما بين عدم الانتباه كاسمة، وده ممكن له أسباب كتيرة، التوتر، الاكتئاب، صعوبات تعلم، صعوبات قراءة، كذا، كل الحاجات دي مش هتخليك مش تعرف تركز. أوكي. بس لو هنبص على اضطراب الـ ADHD بالذات
الأسباب بتاعتها مورثة في الغالب، في تكون مورثة من جيل لجيل. الحاجات اللي احنا بنشوفها مثلا الأهالي أو المجتمع أو سواء المدرسين، بنشوف أن الطفل ما بيركزش في الحاجة في الديتيلز أو التفاصيل البسيطة. يعني مثلا الولد يعمل الحاجة بس ما يكملهاش، ما بيعرفش يخلص الحاجة، لأنه الذاكرة العاملة اللي بتخلي الواحد يعرف يخلص الحاجة للآخر بسيطة. يفقد الانترست، يفقد الرغبة. الرغبة دي بتيجي من ناحية الهايبر اكتيفيتي والإمبولسيفيتي، إنه ما فيش حتة الستيميوليشن للطفل. مهيبر من دفع، يحاول إنه بس هو يتحرك. بيجيله شو إنه هو يعمل حاجة بس ما بيكملش الحاجة دي، لأنه خلاص دي بقت أصبحت مملة، في حاجة تانية جديدة وفيها النوفلتي وفيها حاجة جديدة، فبتدي رغبة أكتر إنه هو ينط. فتلاقي الطفل بينط من رغبة لرغبة 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 أو شيء لشيء. الحاجة التانية، الحاجة الثانية بنشوف إن هو مثلا دي من ناحية عدم الانتباه. من ناحية فرط الحركة، عنده رغبة شديدة إن هو يتحرك، ودي ما تنسيش إن الـ ADHD بيمشي مع الحياة في الإطار اللي أنت فيه. فلو أنت طفل صغير في الحضانة، الفكرة إن هو عمال بيتحرك، مش عارف يبطل، مش عارف يقعد على المات مع المدرسين. لما تخش ابتدائي الحركة بتبقى إحنا بنسميها restlessness، فرط stress، بتفرك مش عارف يحرك ريولة. لما بتوصل مثلا المراهقين او الكبار، تبقى قاعد على المكتب مش عارف تقعد على المكتب، لازم تقوم كل شويه تعمل حاجه، تتحرك. عنده مجموعه اشياء يبى يخلصها بثانيه واحده. ايوه، بس ولا حاجه من دول هتخلص اكيد. طيب اكيد ده بدنا نوصل لهالنقطه. مريم، كيف ممكن نتعامل مع الطفل؟ ما هو هنا لازم عنده المرض الADHD، لازم نفهم ان الADHD لا يعيق الطفل من الناحيه الذهنيه. يعني العيد يا دكتور المهمة والله، يعني حبيت لا يعيق، كنت خايف من النقطة. الـ ADHD مش إعاقة ذهنية أبداً، الطفل بالعكس يكون ذكي جدا. الفرق إن إحنا مش عارفين نتعامل مع هذا الطفل. فلنفترض طفل عنده ADHD في الفصل، وإنت عارف إنه إحنا تعرفنا خلاص إنه عنده ADHD، عارفين إنه ما بيركزش وعارفين إنه محتاج يتحرك، يبقى أنا هعمل إيه؟ هخلي الطفل بدل ما يكتب ثلاث أسئلة، اكتب سؤال واحد وقوم وزع على الفصل حاجة كذا. فأنت كده حركته، وفي نفس الوقت عملت إيه؟ والله خطة خطيرة. وعلمته وعلمته كيف كيف اشتغل في فريق عمل جماعي. أنت المشكلة إن الطفل ده دايما ينقد، فمع الوقت بيحس إن هو أنا في حاجة غلط، فبيجي له التوتر والاكتئاب بعدين. بس لو احنا شغلنا الولد في حاجه، هو او الطفل او المراهق في في في, في البوزيتيفز، القوات، كل واحد فينا عنده نقط قوه ونقط ضعف. شو خطوات اخرى؟ والله عجبتني الخطوه هي دكتور، خطه خطيره. تشغله وتخليه يفكر في السكت ويكمل. ايوه، وتعطي صفه ايجابيه لشخصيته. يعني انت عارف ان هو مخه سريع، عارف انه ما بيعرفش يركز اكتر من كذا مثلا خمس دقائق، نشغله ثلاث دقائق يعني يشتغل كويكلي، وبعدين اشغله في حاجه مهمه، مثلا روح عند المدير ودي الكذا كذا كذا وارجع، او وزع على اصحابك ده، او لم الاوراق من الاولاد، بحيث ان الفرط دكتور حمد ما يكون من ذكاء شديد. هذا ما يكون من ذكاء زايد، بالعكس احنا بنشوف الولد كتير ان هو مخه شغال على 100 كيلو في الساعه وانت شغال على 50 كيلو في الساعه. سريع. بس مش شغال في كل حته، مش حته واحده. 1000 كيلو في الساعه ولا يهمك. طيب دكتور، هل في ممكن لهذا الطفل اللي تكون عنده فرط في الحركه انه يتناول بعض الادويه تخفف من الحركه، ولا هذا شيء علاج؟ انا بس مريم اشربها ويخلص. بصي احنا نبقى صراحه جدا يعني في الموضوع ده، الادويه بتفيد جدا 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 في الحته دي. اوكي، الادويه اللي احنا بنديها مش مهدئات، بالعكس هي يعني ما راح يتعود عليها الطفل. لا خالص، ما فيش حاجه اسمها ديبندنسي او ادمان او الاشياء اللي الاهالي كلها بتفتكر. وطبعا عشان نفهم هي بتشتغل ازاي، هي اسمها منشطات. وطبعا ممكن تقول لنفسك ازاي ندي منشط للطفل وهو اصلا نشيط. احنا ما بننشطش الطفل، احنا بننشط افراز ماده الدوبامين في منطقه في المخ هنا اسمها البري فرونتال، مسؤوله عن السعاده. لا، الدوبامين في البري فرونتال كورتكس مسؤوله عن كل الوظائف العليا بتاعتنا اللي هي التنظيم. شو اسمها الماده اللي يفرزها لتشعرك بالنشوه والسعاده اللي اذا مارست؟ ده سيروتونين. الدوبامين في مكان تاني بيديك اللي هي اللي مسؤولة. فهذه الأدوية تساعد في تنشيط هذه افراز الدوبامين في منطقة معينة. شو يساعد افراز الدوبامين؟ افندم شو يساعد افراز هذه المادة في المنطقة اللي هي البري فرونتال كورتكس دي، اللي هي المشاكل اللي بتبقى موجودة في الاي دي اتش دي، اللي هي الفرط الحركي، التهور، التشتت، لان انت ما اللي احنا بنسميه اكزيكيوتيف فانكشن، اللي الاورجنايزيشن، بتلاقي الولد اللي هو مش عارف يوظف نفسه. طيب دكتور، هل اذا الام مثلا غيرت لايف ستايل بالاكل للطفل ممكن يساعده انه، لان في بعض الاطعمة تخلي الطفل مهيبر، مثلا
يأثر إذا كان طول الوقت سكر ولا يكون يتحرك وايد حتى ما ينام. خلينا واقعيين، زيادة أي حاجة هتأثر سلبيا على أي واحد سواء كان عنده ADHD ولا ما عندوش. فالسكريات بالليل طبعا تقل. اوكي لا ياخذ، انا قصدي انه ياخذ كميه اقل من الطفل اللي شويه يكون ما عنده هذه المشكله الفرط الحركه. والله هي هتساعد بس مش هتعالج. دكتور عماد انا بعد عندي سؤال اعتقد ان شاء الله يكون مهم هذا السؤال. هل الطفل المصاب بفرط الحركه هل التعامل معاه في صعوبه او طريقه التعامل معاه مثل طريقه الطفل المصاب بالتوحد؟ يعني كتواصل هل يقدر يتواصل اجتماعيا؟ هل في تشابه او مختلف تماما؟ لا مختلف تماما حضرتك، يعني الطفل اللي عنده توحد عنده صعوبه في التواصل الاجتماعي لانه ما بيفهمش وعنده حركه حاجات معينه. نعم. ان تعبيرات الوش الاخر او تعبيرات يعني مكرره له يكون. او ما يفهمش. نعم. انت تعبيراتك انت ايه، او هو ما يعرفش يعبر بطريقه صحيحه. صح. في الحاجات اللي هي الفاين تيونينج بتاعت السوشيال كوميونيكيشن. بس الطفل الاي دي دي هو متهور يعني مندفع، يعني ممكن يعمل صداقات كثيرة لأن كله شايفه هو يعني هابي بوي اللي كل الناس بتبص عليه، ولكن صداقاته ما بتكونش طويلة لأنه بيبقى يكون ضاغط يعني من كتر اللي هو بيعمله فعلا. الناس بتبتدي تبعد عنه خصوصا للأطفال اللي ممكن إحنا الطفل ما يحس بيحس المسؤولية ذاك الاهتمام أنه ينجز الشيء اللي ابتدى فيه، فتكون عنده شعبية كبيرة في المدرسة لأنه يكون هو هايبر ويروح وهلا هالشي غلط. مفروض أنه يكون له كنترول من البداية علشان في المستقبل لما يكبر فعلا ينجز الشيء اللي هو يبتدي فيه. هي الفكرة حضرتك علاج الـ ADHD سهل جدا. نعم. أوكي وفيري فيري سكسسفول يعني ناجح. محتاج شادو تيتشر معه. الشادو تيتشر كانت الشادو تيتشر ما شاء الله. الشادو تيتشر بصي هو يحتاج شادو تيتشر، لو عالجنا الـ ADHD مش هيحتاج شادو تيتشر، بس في الطفولة الصغيرة ما بنعرفش ندي علاج دواء لأنه قبل سن الخمس سنين ما بنعملش هذا التشخيص بسهولة، وتاني حاجة ما بنديش أطفال قبل سن الخمس سنين أي أدوية. أي أدوية صحيح. ففي الفترة دي في الحضانة في الكي جي اللي ليدنج أب تو خمس سنين ممكن الشادو تيتشر يساعد في المايلد إيه. دكتور عماد عفوا شو الشادو تيتشر؟ الشادو تيتشر الأستاذ المساعد المضل يعني هو ترجمته الحرفية الأستاذ الظل أو الأستاذ اللي كان الظل الأستاذ بهالمعنى. أيوة كان أستاذ الظل واحد لواحد مع الطفل نفسه. تصرفاته ليش سموه بهالطريقه لانه شو دوره هو كان هو ظل للطفل ظل للاستاذ نفسه يعني الاستاذ نفسه بيبقى مع 30 40 طفل هذا الاستاذ بيبقى مع الطفل نفسه تشبيه جميل يا دكتور وبالاخير تساعده ممكن لو تعدل خمس سنوات هي ممكن اكثر انسانه تعرف هو شو محتاج وما تنسيش برضو ان احنا بندي ادويه بس برضو المحيط او الاطار اللي انت فيه يعني في بنحاول ان احنا يعني ننمي في الطفل ده او نساعده يعني زي ما احنا قلنا انه ما يبقاش فيه حاجات تشتته كتير يعني ما تقعديش ولد زي ده جنب شباك تلاقي الناس رايحه جايه وهو كل شويه هيبص لبره يعني دكتور عماد استاذ فوان الاخيره اتفضل اشكرك مريم كلمه بعد الخبره والسنين كلها في هذا التخصص كلمه توجهها نصيحه لمشاهدين المسيان نعم إنه احنا نحاول نلاحظ الطفل إن احنا نبقى عندنا وعي لهذا الطفل لأنه هذا الطفل ممكن يعمل حاجات كتيرة قوي ومش عايزين إن احنا نعطل علاج الطفل ده ونأهله لحاجات أحسن بكتير فعلا هم أصلا جيل المستقبل. دكتور عماد فراج استشاري طب الأمراض النفسية للأطفال والمراهقين أنا سعيدة جدا فيك وأتمنى تكون من بين لقاءات أخرى إن شاء الله شكرا جزيلا نورتنا شكرا نورتنا.